أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء فهم يوزعون. حتى إذا ما جاء شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم
كثيرا مما تعملون. صدق الله العظيم.